عهد رسالتك للعالم. بتمنى ان الجميع يشارك في المظاهرات، انه هي الحل الوحيد لانه نوصل لنتيجة، لانه قوتنا بحجرنا. وبتمنى الجميع كل انحاء العالم انه يتوحد عشان نقدر نحرر فلسطين، لانه قرار ترامب قرار يعني اخذه ولازم يتحملوا نتيجته من اي رد في فلسطيني بيجي علينا، من سواء عن عمليات طعن، عمليات استشهادية، ضرب حجار، كلهم لازم يعملوا اشياء عشان نقدر انه يعني نتوحد بهالطريقة عشان نقدر نوصل انه رسالتنا بالشكل المطلوب، نوصل لحل ونتيجة انه ان شاء الله تكون تحرير فلسطين.